أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية مسابقة كتاب الخطاب السياسي في نسختها الثانية سعيا نحو اكتشاف المزيد من المواهب الشابة في مجال كتابة الخطاب السياسي وتنميتها وصقل مهاراتها وتهيئتها لتكون كوادر سياسية وإعلامية قادرة على إثراء واستدامة العمل السياسي الوطني ودعما للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد خالد فياض رئيس التدريب السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية. أهلا بك ومساء الخير سيد خالد، ما هي شروط هذه المسابقة وما هي أيضا جوائزها؟ مساء الخير، أشكر نشرة التلفزيون البحرين على هذه الفرصة لي. شروط المسابقة هم 9 شروط تتركز في أهمية أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية البحرينية، أن يكون عمره فرح بين 18 و26 عام، أن يكتب في موضوع سياسي يهم المجتمع البحريني في سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، أن يكون الخطاب باللغة العربية لا تعدى 1000 كلمة ولا يقل عن 900 كلمة، وترسل المساهمات جميعها على البريد الإلكتروني الخاص بمعهد البحرين للتنمية السياسية. جواز هذه المسابقة وهذا أمر يحمد للسادة القائمين في معهد البحرين للتنمية السياسية هي من أكبر الجوائز في تاريخ معهد البحرين للتنمية السياسية، وهي 1500 دينار للمسابق الأول للفائز الأول، 1000 دينار للفائز الثاني، و500 دينار للفائز الثالث. بالنسبة لنوع الخطاب سيد خالد، هل هناك قضايا معينة خاصة بهذه المسابقة يجب أن يركز عليها المشاركون؟ كما أسلفت القول أننا نحن في أهدافنا في معهد البحرين للتنمية السياسية نسعى إلى تكوين كوادر سياسية في المجتمع. هذه الكوادر السياسية ينبغي علينا أن نهتم بتنشئتها تنشئة سليمة ورعاية الديمقراطية الحقيقية حتى نفرز مجتمعا صحيا قادرا على تقبل الآخر وأن يتسع لجميع مواطنين بكافة اتجاهاتهم السياسية. من هنا كان حرص المعهد أن تكون هذه المسابقة نوعا من التدريب للمشاركين على كيفية التعبير عن رؤاهم السياسية بشكل علمي ومؤثر و باستخدام معلومات حقيقية ومادية تتصل بالشأن السياسي الداخلي البحريني والخارجي على نفس المنوال، وفي ذات الوقت تسعى إلى تقبل الآخر وتشجيع المواطنين على انخراط في العمل السياسي وتهيئة وإعداد كوادر سياسية تستطيع أن تتحمل عبء المرحلة السياسية القادمة في عمر الوطن البحريني. نعم، بالنسبة للمشاركين والمعلومات أيضا، من أين يمكن للمهتمين من الشباب الحصول على المزيد من المعلومات بشأن هذه المسابقة من أجل المشاركة؟ معهد البحرين للتنمية السياسية يفتح أبوابه ليس للشباب فقط ولكن لكافة فئات المجتمع البحريني. نعم. يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 عصرا، ليس ذلك فقط بل نحن نوفر مكتبة سرية من حيث الكم والكيف في كافة فروع المعرفة السياسية، هي تحت في متناول أي شاب أو أي مواطن بحريني يستطيع أن يطلع عليها. أيضا أبنائنا في معهد البحرين للتنمية السياسية على استعداد للتجاوب مع أي أسئلة يستطيع أن يجيب عليها ويساعدوا أبنائنا في الحق مثل هذا النوع من المسابقات. ما أود التأكيد عليك سيدي فقط أن هذه المسابقة بدأت يوم 4 سبتمبر 2016 وسوف تستمر حتى 30 نوفمبر 2016. نعم. وسنحتفل جميعا بالفائزين. سنحتفل جميعا بالفائزين بتاريخ 28 ديسمبر 2016. نعم. هذه التواريخ أرجو أن توضع في أذهان أبنائنا الشباب حتى يعوا جميعا أننا بالفعل مؤسسة وطنية لا تحمل أي اتجاه سياسي أو أيديولوجي، وبالتالي هذا يتيح فرصة أكبر لشبابنا على التعامل بحرية مع القضايا السياسية التي يتفرقون لها في كتاباتهم دون أي مصادرة لأي رأس. نعم، كل التوفيق السيد خالد فياض رئيس التدريب السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وشكرا جزيلا لك.